صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ونحن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي نقولها لكم في تكريم روح كريم صعدت إلى رب الغفور الرحيم. يطيب لنا الاستماع إلى علم من أعلام قراء القرآن الكريم والقارئ بإذاعات نورية مصر العربية والعالم الإسلامي، قارئ الخطباء وخطيب القراء القارئ الدكتور عبد الفتاح القاروطي. يتفضل مشكور. لازم تبقى عدل. صح برضه. صح برضه.
Yeah.
هم صلبين يوسف اللهم زدنا ولا تنقصنا ما استطلع الحته دي تمام
الله يكرمك. ما يزيدك يا عم، ما تبخلش علينا ابدا. انت ما يفتح عليك قطري وسفينا الرشيد تبيك ما يفتح عليك. يلا الله يفتح عليك. الله 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 الله. ان شاء الله بكرمك مولانا. يا بني اذهبوا غزل الناس دي غزل كمان. يا بني اذهبوا فتخصصوا عليك. كمان اللي فاتت دي كمان اللي فاتت دي كمان اللي فاتت دي في قفل كمان. الله 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 كمان. يا بني جميل يا مولانا. الله يكرمك. الله 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 ولا تيأس من روحك.
الله يا عمنا الله. فلما قالوا إنك
الله 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 يبارك لك ويزيدك من نعيم ما شاء الله يحفظ عليك النعم الله يفتح عليك الله الله ربنا يحفظك الله 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 سلام يا سلام Oh.
الله يكرمك يا مولانا. ان شاء الله. ما قال لها. ايه الكرامات دي؟ Yeah.
الله 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 يا مولانا شعب التعب ما شاء الله الله يا مولانا عبد الحنان تاني تاني عبد الحاج كمان الله يا متعب الله 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 الله
صفحة الآخر.